يرفض نادي ريال مدريد الإسباني تسريح لاعبيه بالانضمام إلى منتخبات بلدانهم لخوض مسابقة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس الفرنسية الصيف القادم، ما يرجح غياب إبراهيم دياز عن المنتخب الأولمبي المغربي خلال هذه البطولة العالمية. ووفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية الأحد، فإن الفريق الملكي ريال مدريد الإسباني بعث رسالة إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم واتحادات محلية أخرى منها الاتحاد المغربي، تخبرهم فيها برفضها التام السماح بمشاركة لاعبيها في الألعاب الأولمبية، وذلك لتزامن موعد هذه البطولة مع انطلاق الاستعدادات للموسم الكروي المقبل. ويراهن الاتحاد المغربي لكرة القدم على مشاركة 3 من أبرز لاعبيه الذين تتجاوز أعمارهم 23 سنة من أجل تدعيم صفوف المنتخب الأولمبي خلال أولمبياد باريس، إذ يتجه المدرب طارق سكتيوي إلى الاعتماد على إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد الإسباني، حيث اشترط اللاعب حضوره مع أشبال الأطلس في أولمبياد باريس، ثم الظهير الأيمن أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة إلى ياسين بونو حارس الهلال السعودي. وتعليقا على قرار الفريق الإسباني بخصوص الترخيص للاعبيه بخوض الألعاب الأولمبية، أوضحت تقارير إعلامية إن رفض ريال مدريد الإسباني مصدر مسؤول بالاتحاد المغربي لكرة القدم، مرفوض تماما من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الجهاز الوصي على اللعبة، مؤكدا على أن الألعاب الأولمبية تحظى بأهمية أيضا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفرصة يسعى من خلالها غالبية اللاعبين إلى ترك بصماتهم في هذه البطولة، وبالتالي فإن ريال مدريد مجبر على الترخيص للاعبيه من أجل التواجد مع منتخبات بلدانهم. وحول الإجراءات المتخذة في حال اختيار إبراهيم دياز لخوض أولمبياد باريس، أوضح المصدر نفسه أن الاتحاد المغربي يتعامل بطريقة مؤسساتية ويسعى دائما إلى الحفاظ على علاقة جيدة مع جميع الأندية الأوروبية، وذلك بالنظر إلى العلاقة الجيدة مع الريال، ولن يكون هناك أي مشكل بين الطرفين، وبذلك فإن إبراهيم دياز سيكون مع المنتخب الوطني المغربي الأولمبي في دورة باريس بكل تأكيد. ومن جهة أخرى، فإن مدرب المنتخب المغرب وليد الرجرجي يتجه لإجراء تعديلات مهمة في نظام اللعب بعدما حسم نجم ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياز قراره النهائي بتمثيل بلده الأصلي في الاستحقاقات القادمة، أبرزها بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 ونهائيات كأس العالم 2026، بعدما نجح الاتحاد المغربي لكرة القدم في استقطاب نجم كبير من قيمة اللاعب إبراهيم دياز، واستطاع أيضا ضم 3 مواهب أخرى لارتداء قميص منتخب بأسود الأطلس، ويتعلق الأمر بإلياس أخوماش نجم فياريال الإسباني، ويوسف الخديم الموهبة الصاعدة في رديف ريال مدريد الإسباني، وإلياس بن صغير اللاعب الواعد في موناكو الفرنسي. وسيحظى مهاجم ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياز بمكانة أساسية في كتيبة المدرب وليد الرجرجي، إذ يراهن عليه للعب دور محوري في وسط الملعب إلى جانب مهاجم غلطة سرايا التركي حكيم زياش، إضافة إلى منح نجم ريال مدريد الإسباني قميص رقم 10 الذي كان يرتديه من قبل أمين حارس الغائب هذه المرة لخيار فنية، حيث سيوظف المدرب وليد الرجرجي اللاعب إبراهيم دياز في مركز وسط هجومي خلافا لمركزه في ريال مدريد الإسباني الجهة اليمنى، مع منحه صلاحية التحرك بين الجهتين نظرا للمهارات العالية التي يتمتع بها وسرعته الفائقة، بينما سيحتفظ حكيم زياش بمركزه الأساسي كمهاجم أيمن. وسيجد المدرب وليد الرجرجي نفسه أمام مهمة صعبة في توظيف باقي نجوم منتخب المغرب، خصوصا الوافدين الجديدين إلياس بن صغير وإلياس أخوماش، إلى أن المرجح أن يلعب في الجهتين اليمنى واليسرى، حيث ستكون لديه خيارات واسعة على مستوى خط الهجوم بعد قدوم أسماء جديدة، فإن ذلك سيفرض عليه تعديل نهجه التكتيكي ونظام لعبه المعتاد، وأيضا في التشكيلة الأساسية للمنتخب المغربي، إذ من المحتمل أن يتنافس لاعبون بارزون مثل أمين عدلي وبلال الخنوس وإلياس أخوماش وإلياس بن صغير على انتزاع مكانة أساسية في كتيبة المدرب وليد الرجرجي الذي سيكون أمام تحد صعب للبحث عن التوازن بين هؤلاء من أجل تطوير مستوى منتخب أسود الأطلس في الاستحقاقات القادمة. فالجدير بالذكر أن إبراهيم دياز نجم نادي ريال مدريد الإسباني سيسجل حضوره الأول بقميص منتخب المغرب عبر بوابة مباراتي أنغولا وموريتانيا في 22 و26 مارس الجاري، بعدما حسب قراره النهائي باللعب للمغرب بدل منتخب إسبانيا الذي دافع عن منتخبات فئاته السنية.